نسهو درج نرقد بالحرام تدخل بعضها في الكورة في الماتشوات على الغناء على الشطيح. خلينا هكاك الوالدة كيما هكاك شدت وشن هي ولادي كيما قفلت وتنزل عليها يحسبوها لعبة. قلت لهم تاني هذه رات هذه رات هذه نتاع البث باش حولتها لهنا 70,000 شارة ليه وجايب لها المكتوفة ب 20. تعيت من الوقوف غادي يا رسول الله تعيت من الوقوف نهار نقول لك وني على واحد وغادي هكا وجا التليفون ترند وتليفون ما عادش يقص جملة تفصيل. هذا انت كلمت جماعة المجلس راهم هما قدوه يا حسرة كان مجلس وكانت فلوس وكانت دنيا وكانت انت ما حضرتش بك كيفاش كانت تاع البث هنا اقسم بالله كنا بقدرنا في المجلس لو خويا اني خدمت العام الاخراني لحقك تربي يا ودي هني حتى كي سمعت بالميزانية وقتها تاع المجلس كبيرة ياسر قلت والله هذيك هي ما فيها الترك خويا خاطر تاكل الناس غاديك تاكل شبيك يهزوا نتاع البث يهزوا للعساسة للنواب الناس الكل تاكل ودي ثم واحد نايب من غير ما نسميه ما نقدم يا ودي بلا حرام جايب معاه ديما قف وليتك الحوت قد هكا انت تحكي على الحوت والماتريال اللي جابوه اقسم بالله سيفة مرميته جابوه سيفة مرميته خليني ساكت خير والله صورتها وريتها للمراه جنت عليها تقول شك الصفرة الساعة هذيك هي وقناها عن الوحدات نتاعها كحل ريتك حتى في السخانة ذاك ما يتقدوا يعني نقول شكون هز نقول شكون هز هذيك هما يدخلوا بعضها وقت المجلس يسكروه هما ومن اقبايك طاهر المقاول من قبل لا عاد الرجل النهار كله يصلي في القبه نتاع البرلمان مغادي ويجلس بك مرميته بالحرام يحضر له ما هوش قال لي قال لي الحق نتاع ربي السرقه في البرلمان حلال ما نكذبش على روحنا خويا تو فزت اسمع تو فزت الخدمه وبالنسبه لي انا هذو جماعه يخافوا ربي مش يخافوا ربي هذو جماعه زوابله وتبقوا في القانون وقال لك نحن ولاد الشعب والله ما زوالي كان انت اقسم بالله ما زوالي ونيه كان انت هذه خلفين مظلات الفوق اللي يهبط عليهم هو اختار سيوذر